وللحديث حول هذا الموضوع معنا من بيروت الدكتور سامي نادر، أستاذ العلاقات الدولية والقانون. دكتور سامي، أهلا بك معنا. بداية، ما هي المعلومات الإضافية المتوفرة لديكم والتي تثبت دعم كوريا الشمالية للنظام السوري بالأسلحة الكيماوية؟ لا شك أن يعني مجرد أن هذه التقارير سربت، أي أن هنالك ملف معد بالتفاصيل، وهذا الملف أعد خلال فترة طويلة، ولكن اليوم توقيت نشره يتعلق بحملة ممنهجة تتناول مسألة الملف الكيماوي، والتي بدأت فصولها منذ أسبوعين تقريبا. إذن اليوم هنالك، أصبح من الواضح أن هنالك حركة على خط مقاضاة ومحاسبة النظام السوري لاستعماله ولاستحواذه ولتطويره أسلحة كيماوية، وذلك يناقض ليس فقط القانون الدولي إنما أيضا اتفاقية وقعت بين واشنطن وموسكو تحديدا. إذا الاتهام ليس فقط موجه للنظام السوري المسؤول عن استعمال هذه الأسلحة وتطويرها، ولكن أيضا الاتهام موجه إلى روسيا تحديدا، وذلك لخرقها اتفاق موقع. ومسألة من هذا النوع لا يمكن أن تصار إلا بعلم وبمباركة روسية، وهذا الأمر بالغ الخطورة، لأننا يعني هنا نتكلم ليس فقط عن كمية كانت موجودة أو مخزون كيماوي كان موجود، ولكن أيضا عن نشاط جديد وأسلحة جديدة أو معدات جديدة تم استخدامها إلى الداخل السوري. نعم، يعني بالحديث عن خطورة هذا الموضوع دكتور، كلا البلدين واجهوا عقوبات من قبل مجلس الأمن، كيف سيرد مجلس الأمن على هذه الانتهاكات، حيث تعتبر صفقة كهذه بين الطرفين هو انتهاك خطير بحد ذاته؟ يعني مجلس الأمن أثبت في المرحلة الأخيرة عجزه التام عن ردع هذا النوع من الخروقات أو حتى عن ردع الجريمة، لأنه في كل مرة كان يصطدم بالفيتو الروسي، إلى درجة يعني إلى درجة قام الممثل الفرنسي بالحديث عن وفاة النظام الدولي والهيئات الدولية. ولكن هذا لا يعني أنه خارج المجلس الأمن هنالك إمكانية لأن تقوم بعض الأطراف الدولية بعمل عسكري أو عقاب ما، لا سيما أن الأمر حصل منذ سنة حينما قامت الولايات المتحدة بقصف منشآت عسكرية استخدمها النظام كقاعدة لاستعمال هذا السلاح، ولا سيما ايضا انه منذ اسبوعين تحديدا قالت فرنسا، الامر لم يعد يتعلق فقط بالولايات المتحده، اما بشركاء اخرين مثل فرنسا، حينما قالت انها تدرس امكانيه معاقبه النظام عسكريا لما يقوم به من استعمال للاسلحه، او اذا تم التحقق من استعماله للاستعمال الدولي. إذا نحن أمام منظومة أخرى، منظومة شبيهة بتحالف المريدين، The Alliance of the Willing كما يقال في الإنجليزية. نعم،
دكتور سامي نادر، أستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك.